جميل. ام محمد من مصر معايا. ام محمد، استاذه غاده عجمي، بتقول يجب منع النقاب لانه بيفسد الذوق العام. تعالي حضرتك ايه؟ الذوق العام اللي هو بيجرح الناس، هو في النقاب ده فيه جرح لاي حد يعني؟ ايه الذوق العام يعني؟ ايه معنى الذوق العام يعني؟ وهو الاعلانيه اللي بتلبس ميكروجيب دي ما بتجرحش الذوق العام؟ واللي بتلبس اريان دي ما بتجرحش العالم كلها يعني؟ اشمعنى المنقب بس هي اللي هتجرح؟ يعني 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 الست اللي بتلبس نقاب ما بتجرحش الذوق العام في وجهة نظر حضرتك؟ اكيد طبعا. ليه يعني؟ ايه السبب في انها يعني بتضايقهم في ايه يعني؟ يعني لو انت مثلا إيه ماشيه في الشارع معاكي إيه يعني اولادك وزوجك، ايه اللي بتتاثر بمعنى الذوق العام؟ مش سامعاني. لو حضرتك ماشيه في الشارع لقيتي وانت وزوجك واولادك لقيتي واحده منقبه، ده بيسيئك ولا لما تكون واحده؟ بالعكس بقول الله يهديها ويهدي كل واحده بتلبس نقاب، لانها بتمنع الفتنه وتمنع الناس. والناس لعلمك احب اعرفك ان الناس بتحترف الواحده المنقبه وبتبص لها نظره محترمه غير اللي هي اللي باينه لكل حاجه في الميدان دي. يا ريت الكلام ده يوصل للاستاذه غاده العجمي. بشكرك يا ام محمد والله، شكرا ليك.